المشاهدون الكرام، أرحب بكم مجدداً إلى برنامجكم بالمكشوف. أمجاد الانتخابات. في حياة الشعوب لحظات لا تقاس بمقدار الزمن، بل بعظمة ما تحقق فيها من إنجازات. وفي تاريخ اليمن المعاصر من هذه اللحظات الكثير والكثير، ولا شك أن هذه اللحظات كانت في اليوم المجيد في 22 من مايو 1990، ذلك اليوم الذي رفرف فيه علم الجمهورية اليمنية عاليا. نعم أعزائي المشاهدون، لقد كان هذا اليوم ثورة كاملة متكاملة، ويوما مشهودا في تاريخ اليمن واليمنيين. لم يستعد فيه اليمن وحدته فحسب، بل واستعاد فيه أمجاد التاريخ من أيام بلقيس والعظيمة سبا. في هذا اليوم قبلت الأحزاب السياسية وكذلك التنظيمات بمبدأ التعددية الحزبية كما نص عليه دستور دولة الوحدة، ونشأت في اليمن ديمقراطية حقيقية كاملة البنيان متكاملة الأسس والأركان. جسدتها الأعراس الانتخابية في دوراتها المنتظمة وأيامها المتكررة بمستوياتها المتعددة، الانتخابات النيابية وانتخابات المجالس المحلية والانتخابات الرئاسية. شهدت اليمن 4 انتخابات في مواعدها المحددة، سواء على المستوى البرلماني أو على مستوى المجالس المحلية أو حتى على المستوى الرئاسي. وقد كانت اليمن سباقة في انتخاب محافظي المحافظات، وهذه كانت سابقة ما زلت أذكر حينما التقيت بأحد الكنديين من مجلس الشيوخ الكندي، قال لي حينما تناقشنا حول أن اليمن ماضية إلى انتخابات المحافظين، فغرفاه وقال بأن التجربة الكندية برغم طول فترتها إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة انتخابات المحافظين، وقال بالحرف الواحد: لو أن انتخاب المحافظ يعني كان جزءا من الديمقراطية الحقيقية لكانت كندا قد سعت إلى ذلك، لأنه يعتبر محافظ المحافظة هو ممثل للنظام وممثل للسلطة وممثل للحزب الحاكم، وبالتالي لا بد أن ينفذ سياسته، ولا بد أيضا للمحافظ أن يكون قويا في إطار السياسة المتبعة. وقال بأن انتخاب المحافظ سيجعل الأكثرية هي التي تنتخب هذا المحافظ، وبالتالي سيعمل لصالح هذه الفئة أو تلك. وهنا أقول بأن اليمن قد آمنت بالديمقراطية وذهبت بعيدا قبل أن تراكم مسألة السلوك الديمقراطي، وهذا يحسب للنظام السابق الذي حاول أن يستولد الديمقراطية ويولدها في اليمن على عكس ما هي موجودة في البلدان الأخرى. لم تكن الانتخابات في الجمهورية اليمنية كما كانت قبلها في الشطرين، ولم تكن أيضا كما كانت في غيرها من الأقطار العربية. لم تكن ديكورا لسلطة حكم أو زينة لحزب حاكم. لقد آمن المؤتمر الشعبي العام بالتعددية السياسية وبالديمقراطية، وفتح المجال واسعا للانتخابات، وشاركت الأحزاب السياسية الفاعلة ونافست بقوة واقتدار، وحصل كل حزب على حجمه الحقيقي. لقد كانت استحقاقا دستوريا وتجسيدا كذلك لمبدأ التعددية والتزاما بسلمية الصراع على السلطة، وكانت هذه الانتخابات إيمانا بحق التداول السلمي للسلطة. نعم أعزائي المشاهدين، كانت الانتخابات في الجمهورية اليمنية كل هذا وأكثر.
ولتذكر عظمة هذا الإنجاز الوطني المجيد علينا أن نتذكر ما كان قبله، أي ما كان قبل 27 من أبريل. علينا أن نتذكر ما تحقق به. لقد كانت جميع القوى السياسية اليمنية وكذلك أحزابها ترفض التعددية ولا تقبل بالشراكة الوطنية، وكان بعضها يحكم بكفر الديمقراطية ويراها أيضا كفرا بواحا ويعتبرها أفكارا مستوردة وأنها غير صالحة لليمن ولليمنيين، واعتبرها البعض على أنها حرب على الإسلام وشريعته كما يزعمون. ولعلكم تتذكرون، ومن لم يتذكر نذكره، يوم حشد حزب الإصلاح تلك المسيرة في العاصمة صنعاء وخرج مناديا بإسقاط دستور دولة الوحدة، واعتبر هذا الدستور على أنه دستور علماني ودستور فيه من الكفر البواح وضد الشريعة الإسلامية. والحقيقة الذي خرج هي جماعة الإخوان المسلمين محركة لحزب الإصلاح، وليس هذا الموقف فحسب، وإنما كانت جماعة الإخوان المسلمين قد رفضت الذهاب نحو الوحدة. وما زلنا نذكر ونتذكر موقف الرئيس السابق الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح في مجلس الشعب حينما تناقش مع أعضاء الإخوان المسلمين داخل حزب داخل مجلس الشعب، وحينها رفض الأعضاء الإخوان المسلمون الذهاب إلى الوحدة واعتبروا أن هذه الوحدة هي وحدة مع الشيوعيين الكفرة والملاحدة. وحينها حينما لم يستطع أن يقنعهم بالحجة قال كلمته المشهورة: أنا ذاهب إلى عدن ومن يريد أن يلحق بي فالطائرة موجودة في بالمطار. نتذكر ما قام به وما قامت به جماعة الإخوان حقيقة من رفضها لدولة الوحدة وكذلك لدستور الوحدة، وما زال الإخوان أيضا يثيرون المشاكل حتى يومنا هذا. هذه الأسباب التي بررت بها رفضها لدستور دولة الوحدة، وعني بها جماعة الإخوان المسلمين، وامتنعت عن التصويت له بنعم. نعم، هذا ما كان في ذلك الوقت. وفي لحظة المجد الوحدوي العظيم أعيد للسيادة الشعبية حقها. نحن نعلم أن الديمقراطية تعني الإرادة الشعبية وتعني العودة للشعب الذين يختارون حكامهم ويختارون السلطة التي تحكمهم، وكان هذا ما تم في اليمن حينما أعطي للشعب إرادته الحق وإرادته الحقيقية لكي يعبر عن مطالبه ولكي أيضا يستعيد إرادته وصوته الذي صدر نتيجة للأوضاع التي كانت تعيشها اليمن بوصفها جزء من المنطقة والصراع القائم بين الشطرين في فترة الحرب الباردة. ونحن نعلم أن الحرب الباردة عكست نفسها على اليمن وعلى اليمنيين، وخاض اليمنيون حروبا مطولة سواء على مستوى الشمال والجنوب أو على مستوى الشمال والجنوب الجنوب. مارست الجماهير حقها في صناديق الاقتراع وابتدأت هذه المسيرة في يوم مشهود، هو يوم 27 من أبريل عام 1993. عظمة هذا اليوم لا تقاس فقط بكونه أول يوم شهدت فيه الجمهورية اليمنية انتخابات برلمانية حقيقية، بل تقاس بهذا ومعه ما تحقق أيضا من البنية الكاملة والمتكاملة لهذه الانتخابات. لقد كانت الانتخابات حقا دستوريا كما قلت، وبالتالي نظمتها القوانين النافذة في تلك الفترة، وهي قوانين تم الاتفاق والتوافق عليها. هذه القوانين التي نظمت العملية الانتخابية هي قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك قانون الصحافة.
أدارت هذه العملية هيئة وطنية تكونت بالشراكة الوطنية وتنافست فيها أحزاب كثيرة، فأفرزت أولاً الأحزاب الحقيقية، وكانت الصناديق هي الفيصل الحقيقي والحكم بين هذه الأحزاب وبعضها البعض. النتيجة أصدرت حكمها بالأحزاب الحقيقية ذات الثقل وبالأحزاب الكرتونية التي حاولت أن تؤسس لنفسها على المستوى النظري، لكن على المستوى الشعبي لم تكن حاضرة. كذلك النتائج الانتخابات ميزت بين أحزاب الثقل الجماهيري وكذلك الأحزاب الصغيرة، وكان هذا كله واقعا يتحرك على التراب الوطني في اليوم المجيد، في اليوم المشهود باليمن الحديث في 27 من إبريل من عام 1993. وقبل هذا اليوم كان الصراع على السلطة دمويا وعنيفا. نحن نعلم أن اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وقف على مسافة متساوية وعلى قدر متساوي من الصراع ومن نتائج هذا الصراع، حيث فقد أو قتل في الشمال رئيسان وطرد اثنان، وفي الجنوب كذلك قتل رئيسان وطرد اثنان خارج البلد في فترة زمنية تكاد تكون متقاربة خلال تقريبا عقد من الزمن، خلال 10 سنوات. فالصراع كان على السلطة على أشده، وجاءت الوحدة المباركة ومعها التعددية السياسية وكذلك الانتخابات، ونزعت فتيل هذا الصراع على السلطة وحولته من صراع بالبندقية وبالرصاص إلى صراع بواسطة صناديق الاقتراع. وكان الطريق إلى السلطة عبر دهاليز السرية في السابق قبل الانتخابات، وكذلك عبر الدبابات وبالانقلابات العسكرية. كانت الأحزاب محرمة ومجرمة كذلك، وكانت السلطة أحادية وشمولية، وكان الإعلام صوتا واحدا لا تتنوع فيه، لا يوجد فيه تنوع ولا يوجد أيضا فيه اختلاف. وإن كان في الشمال وخاصة منذ مطلع الثمانينات قد شهد متنفسا إلى حد ما، حيث سمح لليسار بأن يصدر صحيفته الأمل، وكذلك للإخوان المسلمين الذين أصدروا صحيفتهم الصحوة في ذلك الوقت. إلا أن 22 مايو كانت المنطلق الحقيقي لإطلاق الحريات بمختلف أشكالها ومسمياتها، وكانت العقلية الانقلابية كما قلت تهيمن على تفكير الأحزاب وكذلك على سلوكها. كان كل حزب يريد الوصول إلى السلطة يصل إليها عبر الانقلاب. لم تكن الأحزاب السياسية ذات ثقافة ديمقراطية، وهكذا كان التاريخ قبل يوم 27 إبريل، ولا عجب في هذا حقيقة، لأن كل فترة تاريخية هي محكومة بظروفها مناسبة أيضا في وقتها. فكانت الوحدة بوابة للديمقراطية، وكانت دولة الوحدة واحة للتعددية والسلام. غير أن المسيرة تعثرت ولم تتوقف عجلة التاريخ، فعادت الأصوات المعادية للإرادة الشعبية تردد مقولات الاستقواء بالأغلبية العددية، وتكرر أيضا تكفير الديمقراطية، وترفع شعارات الحاكمية والشريعة. تعثرت التجربة واستمرت عجلتها في الحركة لتشهد اليمن حدثا تاريخيا فريدا، وهو الانتخابات الرئاسية. هذا سيكون موضوع حلقتنا القادمة. أتوقف عند هذا القدر، وأستودعكم الله، وإلى لقاء يتجدد.